أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية الجديدة التي نتواصل فيها مع حضراتكم حول واحد من أهم الإنجازات التي افتتحها السيد رئيس الجمهورية اليوم، القطار الكهربائي الخفيف، وكمان محطة عدلي منصور التبادلية. دي واحدة من المحطات العظيمة ليس في مصر فقط ولكن في منطقة الشرق الأوسط. مصر بهذا الإنجاز بتدخل مرحلة جديدة في سياق أحدث وسائل النقل على مستوى العالم. ده هيكون موضوع هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم بضيفي السيد المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. باشمهندس منورني، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ فوزي. اسمح لي نتواصل سويا ولكن بعد قليل، ابقوا معنا مشاهدينا. شرايين الأمل والتنمية تصل إلى العاصمة الإدارية إيذانا بقرب تدشين الجمهورية الجديدة التي ينعم مواطنوها بوسائل نقل ذكية وحديثة، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط تضم 7 وسائل للنقل للمرة الأولى على مستوى العالم. المحطة فنن فيها 7 وسائل نقل مرة واحدة، ودي تقريبا المرة الأولى في العالم. احنا عندنا هنا 7 وسائل نقل، منها 4 كهربية. أولها المبنى الرئيسي يا فندم اللي موجود، داخله 3 وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس. الوسيلة الأخرى هي مترو الأنفاق، مترو الأنفاق اللي هو الخط الثالث اللي سيادتك شرفتنا بافتتاح المرحلة الثالثة من المرحلة الرابعة منه هنا في محطة عدلي منصور في 16/8/2020، وده أيضا كهربائي. الخط الثالث هو ال ار تي او القطار الكهربائي الخفيف اللي سيادتك شرفنا النهارده بافتتاحه والبدء في تشغيله. دول 3 وسائل داخل المحطه المركزيه الرئيسيه، بالاضافه الى موقف للسوبر جيت الموجود على شمال حضرتك يا فندم. ده فيه 4 وسائل نقل. اول وسيله اتوبيس للاقاليم، ثاني حاجه اتوبيس كهربي ترددي من عدلي منصور المطار، الخط اللي سيادتك صدقت عليه بدل انشاء مترو انفاق مكانه ونوفر فلوسه. الوسيله اللي بعدها ايضا اتوبيس كهربي بيربط ما بين عدلي منصور وبين موقف السلام للاقاليم وموقف العبور الجديد. الوسيله السابعه وهي الاتوبيس الترددي السريع البي ار تي على الطريق الدائري. كما افتتح الرئيس السيسي كذلك القطار الكهربائي السلام العاشر من رمضان العاصمه الاداريه بطول 103 كيلومترات ويضم 19 محطه في مراحله النهائيه لتوفير وسيله نقل سريعه وامنه لحوالي 20 مليون راكب يوميا، فضلا عن تحقيق وفر في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا. أما المرحلة التي تم الانتهاء منها والبدء في تشغيلها بعد افتتاح الرئيس لها تبدأ من عدلي منصور بدر جنوبا حتى مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، وشمالا حتى مدينة العبور الجديدة بطول حوالي 70 كيلومتر تتضمن 12 محطة. المشروع ده فن بيهدف إلى خدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط، سواء العبور أو الشروق أو المستقبل أو بدر أو العاشر من رمضان أو العاصمة الإدارية الجديدة، بيربط مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية اللي سيادتك مشرفنا فيها دلوقتي، بيربط مع مونوريل شرق النيل في محطة مدينة الفنون والثقافة اللي هنوصلها في النهاية أو اللي القطر هيوصلها في النهاية، الربط مع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية، بيحقق وفر في الوقود يا فندم بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا. وقد استقل الرئيس السيسي القطار الكهربائي الخفيف انطلاقا من محطة عدلي منصور وحتى محطة بدر التبادلية إذانا ببدء تشغيله، حيث استمع إلى شرح من وزير النقل حول إمكانات محطة بدر وتجهيزها بأحدث وسائل التحكم والسيطرة المركزية والتأمين وتوافر سبل الراحة للركاب. كما استمع الرئيس السيسي كذلك إلى شرح حول إمكانات القطار الكهربائي الخفيف وتوافر أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان والتحكم عن بعد في وسائل تشغيل القطار. العربات يا فندم عربيات مؤمنة، كاميرات حريق طوارئ صوت شاشات زي ما سيادتك هتشوف دلوقتي، برضو أماكن الجلوس للمعاقين وأماكن حركة المعاقين، حاجات للفرامل للطوارئ، كل يا فندم الوسائل الحديثة دلوقتي بتاعتنا زي ما سيادتك بتوجه باستمرار مؤمنة تأمين تام للوسيلة نفسها ومستخدم الوسيلة. الكابينة مجهزة بكل وسائل القيادة والتحكم في القطار، طبعا عداد السرعات،
طبعا في هنا فندم ده مبين قدامه سيادتك لكل الابواب الخاصه بالقطار، ما بيقدرش يطلع الا لما كل اللوحه دي كلها سيادتك تخضر تبقى خضراء وتطمن تماما انه قفل كل الابواب، يبدا سيادتك يتحرك بالقطار. طبعا برضو ده متحكم فيه مركزي، هو بس موجود للطوارئ بيسوق، ما هو ما بيسوقش يدوي وما يتدخلش يدوي. القطر متحكم فيه من غرفه سيطره وتحكم مركزيه داخل الورشه اللي سيادتك هتشوفها دلوقتي. هنا فن حاجتين كمان مهمين جدا، هنا كاميرا وده اللي كان ينقصنا. كاميرا فندم هنا بتصور السكه عشان لو في لا قدر الله اي حادث او حاجه نقدر الكاميرا دي مصوره السكه، السكه كانت مكسوره او كان في حد عليها او في قطر كان قدامه، هنا بتصور كل حاجه. وقد وجه الرئيس السيسي ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة ألف لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك. المرحلة فنم دي احنا خلصناها بالكامل لفنم دلوقتي أعمال إنشائية، بدأنا الأعمال الإلكتروميكانيك وتجهيز المحطات ورانا وإحنا ماشيين، خلصنا 4 محطات وجاهزين النهاردة فنم سيادتك تأذن لنا بالبدء في التشغيل التجريبي من محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك. علاء رشوان، النيل. أهلا بحضراتكم من جديد مرة تانية مشاهدينا الكرام، كمان برحب بضيفي في هذا الحوار السيد المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية. منورني يا باشمهندس. أهلا فوزي، أهلا بحضرتك. يعني واحد من الإنجازات الضخمة التي تتم على أرض الواقع لخدمة المدن الجديدة، بتشوف إزاي هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بحيي حضرتك وبحيي البرنامج. أهلا بيك. وبحيي السادة المشاهدين الكرام. طبعا هو مش جديد على مصر الموضوع، التقدم في موضوع النقل وموضوع خطوط السكة الحديدية، وخصوصا ان احنا يعتبر اول دولة عملت خطوط سكة حديد في قارة افريقيا، وكان اول ده بعد انجلترا، واول خط اتفتح ما بين القاهرة واسكندرية في عهد الخديوي عباس سنة 1854. وطبعا احنا مرينا بفترة صعبة وحصل ظروف اقتصادية كانت الفترة اللي فاتت سيئة وقبل الثورة وكده، وحصل بعض الانهيارات في قطاع السكة الحديد والجرارات ادمت والعربيات ادمت وكده. فمن ساعة ما سيادة الرئيس استلم وبدأ خطة التنمية المستدامة اللي هي 2052، وهو فخامة السيد الرئيس اشتغل على جميع المحاور في الدولة وبدأ يأسس للجمهورية الجديدة. طبعا يعني في الأول احنا عشان نتكلم عن الجمهورية الجديدة، الجمهورية الجديدة دي يعني في فرق بينها وبين العاصمة الإدارية الجديدة، يعني الناس بيختلط عليه الأمر يعني، وهي مش جمهورية عشان تعمل بناء وجدران فقط، لا هي أصلا لبناء الإنسان وبناء الإنسان المصري، ومن ناحية الصحة ومن ناحية التعليم ومن ناحية الكرامة من ناحية كل حاجة، وأسس جيل من الشباب لتمكينه. فكان من ضمن الخطة الرئيسية ان هو يعني عايز يعمل مصر 14% بدل 7%، يعني اللي اتعمل من اول التاريخ لحد النهاردة بيتعمل زيه تاني 7%. فكان لازم اول حاجة تتعمل شبكة طرق اللي احنا بصدد الكلام عنها، وشبكة الطرق ديت من ضمن ويبقى فيه مواصلات، ان انت النهاردة عشان تروح اي مدينة جديدة، اي حد بيقولك انت عندك مدينة جديدة هروح هناك ازاي؟ وطبعا اللي حصل انفجارات مرورية، وحصلت دراسة في مصر من 6-7 سنين ان جم خبراء اجانب قالوا ان سنة 2030 سرعة المواصلات هتبقى في مصر 6 كيلو في الساعة، يعني انت تمشي على رجلك اسرع يعني. فكان ده الاساس في عمل شبكات الطرق كبيرة. انت النهاردة لو نزلت في اي منطقة ما زلتهاش بالك شهرين ثلاثة أو كده، هتلاقي نفسك الدنيا مختلفة، في تطوير مختلف، وبدأ المدن الجديدة بالطرق الجديدة بوسائل المواصلات الجديدة تعمل تفريغ للكثافة السكانية اللي موجودة في المدن القديمة، مدينة القاهرة والمدن الأخرى. فكان لازم وطبعا الشبكات بقى كمان اللي بتعمل شبكات المواصلات الجديدة اللي هي من ضمنها القطار الكهربائي الخفيف، ان هو الميزه فيه ان هو بيربط مناطق شرق القاهره القديمه بالمدن الجديده في شرق القاهره، عشان يقدر يسهل ويعمل اعاده توزيع للكثافات السكانيه في المدن الجديده. ومن ضمن المزايا بتاعته طبعا ان هو فخم جدا، معمول على احدث طرق تكنولوجيه،
وكمان اهم من ده كله ان هو بيستخدم طاقه نظيفه اللي هي بتحقق خطه الدوله اللي هي السستينابيليتي اللي هي التنميه المستدامه، من ضمنها ان يكون بالاستخدام طاقه نظيفه. الحقيقه يمكن واحنا بنتكلم عن القطار الكهربائي الخفيف احنا بنقول انه بيربط المدن الجديده بعضها ببعض، ازاي ممكن الطفره دي تعمل اعاده توزيع للقيمه التسويقيه للوحدات في المدن الجديده؟ حضرتك بتشوف هذا الامر ازاي باعتبار ان ده شغلك يعني؟ هو طبعا اهم حاجه، يعني احنا النهارده مثلا بنيجي مثلا بنشوف الخط بتاع المونوريل او خط القطار الكهربائي ونشوف المناطق السكنيه اللي موجوده عليه. صحيح. فبنبدا نسوق، بنقول المنطقه دي ده فيها محطه مونوريل. ده المكان بتاعنا، المول اللي بنعمله في العاصمه الاداريه في محطه كذا. فدوت بيعمل تسويق للمكان وبيعمل جذب، لان اهم حاجه انك توصل للمكان، توصل له ازاي؟ فطالما بقى سهل الوصول اليه، وبعدين خد بالك كمان مع الزحمه وتكلفه البنزين وتكلفه المحروقات، انا اعتقد في الفتره اللي جايه ناس كتير هتستغنى عن عربياتها لو فعلا قدرت تلاقي شبكه نظيفه محترمه زي اللي بتحصل دلوقتي. هتروح شغلك بدل ما تروح بالعربيه ساعه هتروح بالقطار قاعد معز مكرم في 10 دقائق وربع ساعه. فاعتقد هتعمل طفره كبيره. عقل المواطن وهو بيفكر يشتري وحده سكنيه يا باشمهندس، قد ايه النقل او وجود وسيله نقل بيكون عامل اساسي بالنسبه له؟ لا ده هو عامل رئيسي واساسي جدا، لان انا النهارده هوصل للمكان ده ازاي؟ لا ده مهم جدا ان انت هتروح، يعني قبل ما تاخد المكان هتروح له ازاي؟ اهلي هيزوروني ازاي؟ هروح شغلي منه ازاي؟ لان النهارده يعني انا حتى لما باجي اوظف حد النهارده، انا مثلا شركتي في التجمع، لو جالي واحد من اكتوبر اقول له انت هتضيع 4 ساعات رايح جاي. طب هتشتغل ازاي؟ يعني انا شخصيا، انما نفترض بقى في وسيله مواصلات بتنقله في نص ساعه وثلث ساعه. لا ساعتها ممكن بقى الظروف تتغير. صحيح. يعني فبتفرق هنا. يعني اتساقا باللي بيتم، احنا بقى عندنا مدن ذكيه، مدن الجيل الرابع. حضرتك بتشوف ازاي اكتمال المنظومه؟ مدن ذكيه مع وسائل نقل، مع تكنولوجيا مختلفه، مع التحول الرقمي في بناء هذه المدن. بص حضرتك، احنا يعني خلينا نرجع بالذاكره لورا شويه. هو ايه اصل المدن الجديده؟ اصل المدن الجديده دي ما كانش في حاجه اسمها زمان مدن جديده خالص، لا في العالم كله، لحد ما بدات في اوروبا في فرنسا، ان لقوا مدينه باريس بدات يعني تقدم والمرافق بتاعتها بقت تقيل عليها، فبداوا يعملوا مدن جديده حوالين فرنسا، وبعد كده بدات على انجلترا وراحت امريكا، لحد ما بدات في مصر سنه 79 في عصر السيد الرئيس الراحل محمد انور السادات والله يرحمه المهندس حسام الله الكفراوي، بدأ تدشين أول مجموعة مدن جديدة اللي هي الجيل الأول. ولذلك هي الناس دايما بتعمل خلط ما بين الجيل الرابع، ده هو السمارت. لا هي بالصدفة، هي التقسيمة الجيل الأول والثاني والثالث والرابع هي حقب زمنية. الجيل الأول في كان مدينة السادات ومدينة 6 أكتوبر. باي ذا واي، إن مدينة 6 أكتوبر دي كانت معمولة عشان يقعد فيها ربع مليون واحد. النهارده بقت دوله، بقى يعني فوق ال 4 مليون 5 مليون، بقت كبيره جدا جدا جدا. والفرق بين المدن الاجيال وبعضها ان في التخطيط الاول للمدن ما كانش بقى فيه معمول الكثافات السكانيه ديت، ولا كانش لسه فيه حتى النت ظهر، ولا الحاجات الجديده اللي ظهرت والتكنولوجيا والكلام ده. فلما تيجي تعمله تاني وتعمل تحديث ليه في المدن القديمه بيبقى صعب. ولذلك كل المدن الجديده بقت مدن تكنولوجيه اللي هي بتبقى سمارت سيتيز، سستينبل، فيها استدامه، اللي هي بتحافظ على حق المواطن، حق الاجيال القادمه في الموارد وفي استخدامات الطاقه والكلام ده. فهي ده الفرق. ولذلك هتلاقي ناس كتيره ان بقت ثقافتها اتغيرت. كان الاول الواحد يقول لك انا عايز اسكن في منطقه موجود فيها الاسواق الشعبيه ولا بتاع البقال والجزار، كل حاجه جنبي يعني. او كده. لا بقى في ثقافه جديده دلوقتي، لان اللي بقت تنزل المدن دي، المدن دي فيها قبح معماري كبير جدا وكثافه سكانيه وتكدس. لا النهارده بقى في ناس عندها ثقافه المدن الجديده. اي حد النهارده بيقول لك انا عايز اسكن في مدينه جديده، مدينه فيها لاندسكيب، فيها تقسيم، فيها تخطيط، فيها اسواق، وفيها واصبح هناك ثقافه اخرى داخل ثقافه المدن الجديده، ثقافه كومباوندز اللي هو كوميونتي. والعاصمه الاداريه غيرت بقى ثقافه ثالثه ورابعه اللي هي بقت مدينه سستينابل، تكنولوجيه، سمارت، فيها كل حاجه. فاصبح النهارده الناس بتتنقل وبدات الحضاره بتجري بسرعه رهيبه. ومصر ان شاء الله في عصر السيد الرئيس
بتتنقل نقلة كبيرة جدا من خلال التقدم التكنولوجي والتقدم زي ما قلنا في الجمهورية الجديدة اللي هي بناء الإنسان وحقه في كل حاجة. العاصمة الإدارية الجديدة فتحت المجال أمام جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بشكل أساسي، حضرتك شفت هذا المجال إزاي؟ طبعا في الخطة اللي حطتها الدولة طبعا يعني كان لازم يبقى فيه تمويل وفي موازنة وفي استثمارات. طبعا أهم حاجة كان عشان أنت النهاردة تعمل جذب الاستثمارات فكان لازم بتراعي شوية أمور. إحنا أول ما سيادة الرئيس استلم كانت البلد في حالة صعبة جدا وعلى جميع الأصعدة، كان اقتصاديا الوضع صعب، الاحتياطي بدأ يقل جدا، كان في إرهاب داخلي، كان في عدو بتربص فيك، كان في مؤامرات حواليك، فكان لازم الأول يعني فعلا الموضوع كان صعب. إن سيادة الرئيس كان لازم يشتغل على جميع المحاور، كان الإرهاب واشتغل عليه، إن يبدأ يحمي مصر من المؤامرات اللي بتحاك ضدها يشتغل عليه، سباق التسلح فاتورة كبيرة جدا وانت بلد عندك كان احتياطي بتاعه وصل ل 15 مليار دولار، سباق التسلح إذا أردت السلم فاستعد للحرب. كان لازم يجب بناء جيش قوي، وأصبحنا الجيش التاسع عسكريا على العالم، وفي بعض الأسلحة إحنا يمكن الخامس والسادس على العالم في هذه الأسلحة، ويعتبر أقوى جيوش المنطقة الجيش المصري عشان يأمن شر العدو ويقدر يجذب استثمارات. لأن النهاردة أي مستثمر عايز يستثمر في مكان، عايز يروح مكان آمن داخليا وخارجيا، فدي كانت الدواعي الأساسية. بدأ يبني في الإنسان، بدأ يقضي على العشوائيات، بدأ يهتم بالصعيد، بدأت مشروعات كتيرة زي مشروع حياة كريمة، الاهتمام بالصعيد، ومشروع 100 مليون صحة. كان التهاب الكبد الوبائي ده مش سايب بيت في الريف المصري إلا واكل واحد ولا اتنين منه، قضى على هذا المرض اللي هو وصلنا لمرحلة كنا بنقول ده عمره ما حد هيخف منه، بفضل الله قدر يقضي على ده كله. فكانت الخطة مبنية على بعضها ومتشعبة، وكانت الفاتورة بتاعتها كبيرة جدا جدا، التنمية والبناء والأمن والأمان، فبفضل الله يعني كل ده اتحقق مع بعضه وأصبحت الدولة جاذبة للاستثمارات. باشمهندس، يمكن وإحنا بنتكلم عن هذا الموضوع يعني الكلام بياخدنا لأمور متعددة، حضرتك بتشوف إزاي فكرة تحقيق نوع من التكامل ما بين القطاعات المختلفة سواء كان الإسكان أو الطرق والكباري أو النقل؟ يعني الحقيقة هي منظومة متكاملة كلها بتؤثر في بعضها البعض، حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي وانت مهندس يعني؟ طيب هو بس عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني الفترة اللي مرينا بيها بتاعت كورونا ولسه بنقول بقى بنفكر يا رب يا مسهل هتبدأ الأحوال تتصلح ونبدأ نعوض، اتفاجئنا بالحرب الأوكرانية الروسية ومش عارفين هتوصل لفين، وموجة التضخم العالمي وكان ليها تأثير كبير جدا على الموازنة بتاعت الدولة اللي هي أصلا مرهقة جدا. فطبعا ده دفع الدولة للاستمرار في التفكير بموضوع الاكتفاء الذاتي. يعني احنا النهاردة مثلا الدولة بدأت تفكر في الأمن الغذائي، مصانع كتير جدا في الأمن الغذائي موجودة عشان اكتفاء ذاتي. القمح ان برضو في برضو بدأت تشجيع مشروع المليون ونص فدان. التكامل ما بين بقى كل القطاعات الحيوية في الدولة لأنها هي منظومة كلها على بعضها. يعني انت النهارده بتعمل مدينه جديده لازم تعمل فيها مصانع، لازم تعمل فيها طرق، لازم تعمل فيها مدارس، لازم تعمل فيها تنميه شامله، فهي المنظومه كلها بيبقى كل ده دور وزاره التخطيط، وهي دي الخطه اللي كانت محطوطه اللي هي بتتنفذ الان، الخطه خطه التنميه المستدامه المتكامله. طيب اسمح لي، احنا معانا مداخله بينضم الينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام المهندس احمد مسعود عضو مطوري العاصمه الاداريه الجديده. باشمهندس اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك باشمهندس. سلامي الخاص للمهندس محمد البستاني طبعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دعواتك بقى في الاراضي الحجازيه يا باشمهندس احمد، دعواتك. باشمهندس احنا بنتكلم عن ما يتم على ارض الواقع من طفره في مجال العمران والنقل والمواصلات والطرق وما الى ذلك. احنا بقى عندنا خبره في عمليه ان احنا نكون مطورين عقاريين، ويمكن الخبره جات لنا من المدن الجديده زي العاصمه الاداريه، بتقول ايه في هذا الامر؟
بص حضرتك في البدايه طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه يعني قرب عيد الاضحى المبارك، وخليني اتكلم مع حضرتك باستفاضه عن القطاع بتاعنا. احنا القطاع بتاعنا بيمثل اكثر من 25% من الناتج القومي، بيمثل بيشارك فيه اكثر من 100 حرفه وصناعه. القطاع بتاعنا هو اللي قاد قطره التنميه في البلد من بعد تولي السيد الرئيس، هو اللي يعني هو الحصان الرابح والحصان الاسود اللي فتح بيوت ناس كتيره واستقبل كل العائدين. اخواتنا المصريين من ليبيا بيتجاوزوا 5 مليون مواطن مصري، معظمهم 90% منهم بيعمل في المجال التطوير العقاري صحيح في كافه مجالاته والعماله في البناء. واحنا القطاع بتاعنا الحقيقه امتص كل الصدمات دي وشايل الحمل يعني الاكبر على كتفه. احنا مرينا من احداث 2011 بثورتين بفضل الله علينا لحد ما تولى سياده الرئيس القياده يعني، واتغير علينا 3 قيادات سياسيه، واتغير علينا عده حكومات، ومر علينا التعويم الاول الكلي والتعويم الثاني الجزئي، ودخلنا زي ما المهندس محمد كنت بسمعه في جائحه كورونا، ومن بعدها دخلنا في الحرب الروسيه الاوكرانيه. فعده صدمات خدها القطاع بتاعنا بشكل مباشر، لان حضرتك عارف ان المصريين دايما من الاف السنين هم بطبعهم بيحبوا البناء وبيحبوا الاستثمار في العقار. فالنهارده القطاع بتاعنا مازال واقف على رجله صامت امتص كل الصدمات ديت، بل بالعكس النهارده الدوله خطتها من 7% حجم معمور ل 14% حجم معمور، وده احنا شايفين ان الدوله مشيت فيه مش هيخط في 2030 ولا هيخط في 2052، احنا قاربنا على الانتهاء من ال 14% المعمور بفضل رؤيه القياده السياسيه الشغالة وفقا لمعايير دولية عالمية. بنعمل مدن جيل رابع صديقة للبيئة على رأسها وضرتها العاصمة الإدارية الجديدة. فطبعا يعني لا يخفى على حد حجم الإنجاز اللي معمول. مصر على مدار 7000 سنة اتبنى من حجم المساحة بتاعتها 7%، احنا بنتكلم في 7 سنين في ظل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، اللي اتعمل في 7000 سنه بيتعمل دلوقتي، من طرق، من كباري، من محاور، من قطار كهربائي، من مونوريل، من عاصمه اداريه جديده، من عالمين جديده. النهارده بطريقه حديثه عنده خطه شامله وكل حاجه، مش بنبني وخلاص. يعني النهارده بنتكلم في العالمين الجديده، المدينه الساحليه اللي بتطل على البحر المتوسط، روزز اللي بتتعمل فيها و10000 غرفه فندقيه، والمدينه تتحول ان هي تبقى عاصمه الساحل الشمالي، ومنه ان هي تبقى مدينه مستدامه الحياة بتدب فيها 12 شهر في السنة، مش 3 شهور الصيف وخلاص. مليارات متروكة هناك المصريين مستثمرينهم وسايبينهم، إنما يعني في خطة. وشايفين النهاردة الافتتاحات العظيمة، محطة عدلي منصور والفريق كامل الوزير وهو بيشرح الشرح الوافي بتاعه، عشان نتكلم دي أكبر محطة على مستوى العالم، أكبر محطة كانت موجودة في باريس، بتضم 4 خطوط نقل بكافة بقى سواء قطارات أو حافلات. النهاردة احنا بنتكلم في محطة عدلي منصور، محطة نموذجية عالمية مش موجودة في العالم غير عندنا، فيها 7 خطوط نقل بتاخد من القاهرة للسويس، وبتاخد من القاهرة للصعيد، قطارات كهربائية، قطارات مونوريل. يعني الحقيقة شايفين حجم إنجاز بيحصل غير طبيعي. والحقيقة دايما سيادة الرئيس بيقول إيه، يعني استنوا شوفوا. فالحقيقه لما بنستنى وبنشوف الحاجه لما بتكتمل بنلاقي في اعجاز وبنلاقي في نجاحات كبيره. وعايز اكد على كلمه المهندس محمد البستاني ان الموضوع متكامل وفي استراتيجيه كامله لخطه الدوله. النهارده لما الرئيس قال 1.5 مليون فدان، الحرب الروسيه الاوكرانيه دي صحينا الصبح لقينا في حرب روسيه اوكرانيه، ما كانش في اي تمهيد ولا كان في اي بوادر، احنا يعني الموضوع جه فجاه. ولقينا الرئيس بعديها باسبوع او ما عدناش اسبوعين افتتاح مشاريع زراعيه غير طبيعيه، والزراعه دي بتاخد شهر واثنين وثلاثه، ودوره زراعيه كامله بتاخد 6 شهور وسنه. فيعني كان في خطه من سنه فاتت يحصل اكتفاء ذاتي، يعني الاكتفاء الذاتي ده ما كانش وليد الحرب. الرئيس عنده خطه، وخطه بيفاجئنا بيها زي ما فاجئنا في المزارع السمكيه، ومصر بقت الدوله الاولى على مستوى افريقيا في تصدير السمك. النهارده الزراعه واللي بيحصل في الزراعه سنة او اثنين عشان النهارده يبقى الانتاج موجود. النهارده شفنا الوزير علي الصلح بيتكلم ان انتاجنا من السكر يكفينا 7 شهور مخزون استراتيجي، وزي ما حضرتك عارف ان 90% من السكر مصر بتنتجه. فلا واضح ان في خطه في كل القطاعات مش بس القطاع العقاري. طبعا القطاع العقاري هو يعني باكوره المشروعات، لان هو في الاخر اللي الناس بتشوفه كل يوم، الناس بتحتك بالطرق كل يوم، بتحتك بالمواصلات العامه كل يوم، بتحتك بخطوط المترو
كل يوم، فده اللي الناس لمساه وشايفاه، انما في حجم انجاز بيحصل غير طبيعي. فيعني ده سريعا كده حضرتك سالتني، حاولت عملت لنا يعني نظره تحليليه مستفيضه باشمهندس. ما شاء الله مهندس احمد، يعني شكرا، يعني انا بشكرك جدا. المهندس احمد مسعود، عضو جمعيه مطوري القاء العاصمه الاداريه الجديده، وعضو مجلس اداره. شكرا جزيلا يا باشمهندس. الحقيقه فندم، يمكن واحنا بنتكلم على النظره التكامليه، عايز اسال سيادتك يعني باعتبارك نائب رئيس شعبه الاستثمار العقاري، الموجه التضخميه اللي اثرت على العالم وبالتالي اثرت على مصر، القطاع العقاري في مصر نصيبه منها عامل ازاي؟ طبعا احنا في وضع لا نحصد عليه طبعا كمطورين عقاريين، احنا في اجتماعات مستمره كمطورين مع بعض ومع الدوله وفي غرفه التطوير العقاري والشعبه للمحاولة للوصول إلى حلول لتأثير هذه الأزمة على القطاعات العقارية. طبعا احنا عندنا مشكلة التضخم الزاد، يعني تقريبا تكلفة البناء في الفترة اللي فاتت دي زاد حوالي 40%، الحديد زاد والأسمنت كل حاجة زادت، كل شيء. يعني الألموني، يعني الحديد مثلا زاد بنسبة 30-40%، نعم بدأ يرد شوية والأسمنت بدأ يرد، بس في حاجات ما ردتش زي الألمونيا زي النحاس زي منتجات أخرى كتير. فعندنا مشكلتين، مشكلة العقارات اللي اتباعت والعقارات اللي لسه ما اتباعتش، فاللي اتباعت دي فتكلفتها عالت علينا. طب هيبقى في فجوة تمويلية، الناس اللي حاجزة قصدك؟ طبعا خلاص ناس اشترت لنا لسه بتبني بس لسه ما استلمتش اصلا، ففي فجوة تمويلية كبيرة نتيجة التضخم اللي حصل دوت. طب هنعمل فيها ايه؟ طيب وفي حاجة تاني، ان انت عايز تغلي الاسعار عشان التضخم الجديد، طب السوق مش مستوعب لان الناس برضو بقى ظروفها صعبه، اذا كان هي كانت في صعوبه انها تشتري في الاول، لما غليتها اشتري تاني، فاصبح هناك بعده تحديات. فاحنا النهارده بنحاول ان احنا نتواصل مع الدوله ان هي نخفف مع بعض اثار هذه الازمه. وفعلا في مجموعه اجراءات اتخذت من زي الدوله. زي ايه؟ زي النهارده الدوله قالت خلاص احنا طالبنا تاجيل التسليم للعملاء سنه. يعني انا العميل النهارده، انا كنت ناوي ابني العماره ديت مثلا سي ب 5 مليون جنيه، فجاه لقيتها ب 7، فال 2 مليون دول انا مش عامل حساب عليهم، هجيبهم منين؟ طيب العميل مش هقدر اقول له هات لان هو في عقد. طب انا على الاقل عايز فرصه عشان اعرف اسلم العميل، اعرف ادبر نفسي المورد الثاني او يكون جالي اقساط وكده. فاصبح في تاجيل للتسليم سنه. مهله، طلبنا بمهله لتاجيل ان يعني كل اراضي بيبقى ليها لمهله بناء. فالدولة خدت أصدرت قرار وادت مهلة 6 شهور لمهل الأراضي البناء، وإحنا بنطالب الفترة اللي جاية دي، وإن شاء الله أنا عندي لقاء مع الوزير أحمد زكي عبدين بكرة في العاصمة الإدارية، بقدم له شوية مقترحات لتخفيف عبء هذه الآثار. عايزين مهلة سنة للأراضي بدل 6 شهور. عايزين كمان تأجيل الأقساط، يعني أنا عارف إن ده صعب على الدولة، بس برضو كمان احنا ظروفنا صعبه، نشيل بعض. يعني احنا بنحاول نتدارك هذه الازمه مع بعض بالمهل، وان احنا يعني لان احنا مش عايزين يبقى في تباطؤ في هذا القطاع، لان القطاع ده يعني كان وسيظل وسيبقى ان هو يعني القطاع العقاري الامن. يعني انا عايز اقول حتى اواجه العملاء، هو النهارده ده وقت شراء، يعني حتى الناس لما تيجي تقعد تقارن يقول لك ايه، طب هو الدولار ولا الذهب ولا الشهادات؟ اقول له لا، العقارات. طيب يعني اتسقط بالنقطه دي تحديدا، بيكون في حاله كده، يعني احنا بنسمع في القطاع العقاري يقول لك المعروض كتير بس معروض بسعر غالي ومفيش شراء، يعني مفيش حد بيشتري. لا، هو حضرتك يعني هو في شراء مش مفيش شراء، وكل ما بيحصل موجه غلاء في العقار بيبدا يتحرك اكتر الى اعلى، والناس تبدا تشتري اكتر. هي طبيعه، يعني الحاجه بتغلى تقوم الناس تقبل عليها وتجري تحجزها. لا، هو في شراء والناس واعيه، لان النهارده انت عشان تاخد شهاده تحطها في البنك بعائد حتى 18% لا يتلغى، لان النهارده بقى 14 3 سنين، انت مضطر تحط المبلغ كله. عشان تجيب ذهب وتشيله مضطر تحط المبلغ كله. في العقار لا، انت ب 20% من قيمه العقار بتقدر تحجزه، يبقى ثبت سعر الخمس ست سنين اللي قدام ب 20%، فانت مش محتاج كل دوت. وطالما في تضخم بيحصل فمعنى كده سعر العقار بيزيد في موجه التضخم ديت في زياده الاسعار، فهو بيفضل المجال الامن. حضرتك من شويه قلت لي لو بتنصح الساده المشاهدين فيما يتعلق بالعقارات تقول له اشتري. اشتري طبعا. طب والمطور غالي. ايوه، ما هيغلى، بس هيغلى تاني، بيغلى اكتر. ما هو في تضخم، طالما في تضخم وبعدين هو بيشتريه
بمقدم قليل، فهو انت بتحافظ على السعر. ما هو مش كله قسط يعني، في ناس مش بتشتري قسط. ما هو اللي بياخد كاش بقى، ما انا اقول لك حاجه تعالى نتكلم على الاستثمار. يعني انت لو خدتنا في حته بقى ثانيه تقول لي طب هو ايه الاستثمار العقاري؟ اه في استثمار عقاري بس ليه قيود. يعني يجب ان اي واحد عايز يستثمر في عقار لازم يحسب شويه حاجات. ايه هي؟ حاجه اسمها الار او اي، العائد على الاستثمار. انا النهارده المكان ده هشتريه سي محل تجاري، المحل ده هيتاجر هيجيب لي عائد شهري، العائد ده بيمثل كام في السنه؟ بيمثل 8% 10%، يبقى دي اوكي. طيب المكان بيزيد ايجاره 10% في السنه، يبقى المكان ده ثمنه بيزيد 10%، يبقى ده عائد استثماري سنوي وعائد استثماري في زيادة التضخم ثمنه بيزيد. لازم ياخد باله من حاجه تاني. ايه هي بقى؟ ان ياخد حاجه قابله للبيع، يبقى عنده اكزيت بلان. ما يروحش ياخد مكان سيء ما فيهوش اداره ولا خدمه هيجي يبيعه ما يعرفش يبيعه. صح. لا، لازم ياخد مكان مميز، مساحه كويسه قابله للبيع، ما ياخدش حاجه كبيره تقيله عشان يعرف يتصرف فيها. فهي دي القواعد. انما ما زال يوجد هناك استثمار، اي نعم بقى عليه قيود شويه، بس ياخد باله ينقي مكان كويس، شركه كويسه، ليه اداره كويسه، يكون لوكيشن مساحه يكون بيحقق له عائد. انا سعيد بالحوار، نورتني في هذا الحوار. الحقيقه يمكن احنا عندنا يعني امل كبير ان الامور تستقر ويكون في فعلا انتعاش في هذا القطاع الكبير زي ما قال المهندس احمد، لان القطاع الحقيقه بيشمل عدد كبير جدا من المصريين. انا بشكرك نورتني في هذا الحوار. اشكرك السيد المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبه الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس جمعيه مطوري القاهره الجديده والعاصمه الاداريه، نورتني في هذا الحوار. اهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم الى ختام هذه المتابعه الاخباريه، في امان الله.